السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير، كنتمنى تكون صحة جيدة في نهار اخر من ايامات ديال رمضان. رمضان المبارك علينا وعليكم، الله يدخل بكم ان شاء الله بالصحة والسلامة وبطولة العمر. يمكن راه ولفتوني ملي كنكون في هاد البلاصة هادي في ان سي ار ا ديال مراكش، اللي دائما كنقول لكم بانه هي كاينه في الطريق ديال مرجان، اللي بغى ديك الساعات وكانت عاجبه شي طوموبيل وكان عازم عليها بلا ما تبقى تمشي تسول صاحبك كي دايره في السوكان، كي دايره في الفريناج، كي دايره كي دايره. جي جرب ديك المره كنا جربنا لا غونو 4 هي هادي، اليوم نجربوا اون اوتر فواتور، لا فواتور اللي دائما كتصدعوني عليها واللي دائما كتعجبكم، طوموبيل اللي سبورتيف، طوموبيل اللي سبورتيف مي اون ميم طون اللي براتيك. هي هادي لا فواتور ان شاء الله اللي نديروا ليها لسي اليوم هنايا في ان سي ار ا ديال مراكش. هاد لا فواتور حتى هي راه كاينه اون سي، غندخلوا ان شاء الله نديروا ليها لسي. هاد لا غونو كليو 4 اللي بغى يشوفها واللي بغى يستمتع معنا بالفيديو مزيان واللي بغى يحس براسو بانه فريمون سي كومون فوار لي شوز خاصو يشوف لا فيديو ديال لا غونو 4. لا غونو 4 راه تلقاو ليان ديالها الفوق، سير شوف الفيديو ديال لا غونو 4 راه دايرين فيه شي مفاجآت، راه دايرين فيه شي لعيبات كات بحال هكا من هنا من ديك الجي، سير شوف ديك لا فيديو. On ne change pas une équipe qui gagne. مثل فرنسي في بلدي آل توريفيل، والذي يعني لا يجب أن تغير فريقا يربح. هكذا هو عنوان سفيرة الأجيال لشركة رونو والتي هي رونو كليو 4. ولكن أن تغير وأن تضيف لمسات على رونو كليو 2012 كان تحدي أكبر، لأن السيارة وإلى أواخر سنة 2015 أي قبل تغيير الديزاين بها كانت تحقق أرقام مبيعات خيالية، لكن أبت رونو إلا أن تدخل التوقيع الضوئي على شكل سي المعروف جدا وأن تغير الواجهة الأمامية بشد وجهها أكثر إلى الأعلى. السر وراء التغيير في الشكل الداخلي والخارجي للسيارة يرجع إلى المصمم العالمي فاندن إيكا مدير الديزاين بالشركة ومفهومه المشهور بلاغونو ديزاين، والذي يعتمد على إيقاظ الأحاسيس لدى مستعملي السيارة كيفما كانت الفئة العمرية التي ينتمون إليها كما التجارب اليومية التي يمرون بها. هذا الشخص أعطى لسيارة كليو أشكالا عضوية وحسية على مستوى الأجنحة والأكتاف الخلفية والأمامية. هذا ما يبرر دائما فاندن إيكر برغبته بأن يكون كل مستعملي سيارة رونو فخورا بالرمز على واجهة سيارته. اكتشفوا معنا السيارة أكثر من خلال التست درايف. الطوموبيل هذه حاجة اللي رفلتاتني فيها بزاف، سيكون فيها بزاف ديال البلايص فين كتخبي الحوايج ديالك. ديكو أنا مثلا أنا الشيفور عندي هاد اللعبة هنايا، عندي هاد جوج ديال اللعبات هنايا، عندي هاد البلاصة هنايا اون بليس ديال الكودوار اللي ليوفغا بحال هكا، هاد التويشية هادي زوينة، هادي ممكن نزيدها حتى عندي في اللوك، يعني يمكن نزيدها فيها التواشي هادو كاملين هنايا، فيها فين تخبي بزاف، اون بليس ديال هاد المجر هادا هنايا، اي اون بليس ديال هاد اللعبة هنايا، عاد كيجي لاير باك هنايا، كاين واحد الباف دو بي فان تما، وكاين واحد الباف هنايا من تحت. هاد اللعبات هادو باش محطوطة هادي راهي سون بيان اوغني سون بيان اوغانيزي. كيفما كتشوفو معايا هادو هما المقاعد الخلفية، انا جالس دابا اللور ديال هادي كيفما العادة لي سياج ديال اللور ماشي كوليسونت، ولكن كيفما كنقول دايما بانه الكوليسونت كتحتاجهم اذا مكانتش عندك مساحة ديال رجلين. انا دابا راه وقعدت مزيان مثلا بغيت نستراح هنا شحال إلا أنا جالس شتو المساحة اللي بيني وبين الجهة اللي قدامي شحال تقريبا بأنها بعيدة، كنجلس تقريبا مرتاح. أنا تقريبا فيها واحد متر وخمسة وسبعين متر وستة وسبعين في الطول، معرفتش بالضبط. المهم شتو السقف شحال باقي بعيد عليا. خاصكم ديروا دايما أون كونسيديراسيون كو هاد لا فواتور هادي سي أون فواتور سبور، ستادير كو هي ما مديولاش باش تكون كتهز الناس، ولكن الغونو فكرات في هاد القضية هادي سيكو هاد الطومبيلة هادي اللور راه كيتهزو ثلاثة ديال البلايص مقادين. أنا دابا جالس في بلاصة ديال اللور، ديك البلاصة نغطي على الكاميرا بما نجي فيها، راه بحال هادي. ودايما أنايا دايما كيعجبني الطومبيلة اللي كيكون هاد الوسط فيها مهزوز، علاش؟ لأنه إلا جاو جوج هنايا وهذا اللي لتحت كان نازل كتجي الطومبيلة
كينزلوا عليه هاد الجوج هادو اللي في الجناب وكيضيقوا عليه ديكو كيكون هو مهزوز باش حتى هو كتكون عنده واحد البلاصه تقريبا كامله ديالو. كيف ما كتشوفوا بان هاد اللور عاوتاني حتى هو فيه بيفان ديالو بيفان زوينين حتى هما ومقادين. نبي نذكر بان هاد البيفان هادو راه من نوع ديال بوز عندهم ديك اللعبه فاش كتحطي ديك ايتو. انا كنحس براسي بانه مرتاح كونفورتابل يعني هاد الطوموبيل هادي يقدر نسافر وانا راكب اللور نسافر بها واحد المسافه طويله حتى اللعيبات ديال اللور راه ما كيطلعوا وكينزلوا واللعيبات حتى اللور كنحس بهم بانه مهلين فيه. هاد اللعيبه ديال سميتو ليكود بورت ولا ما عرفتش كي كيتسماو اللعيبات هادو كيكونوا في الجناب ديال لابورت حتى هما مهلين في هاد الناس اللي كيكونوا هنايا بلاستيكي لي موسي وزوين زعما ماشي شي حاجه كتحس بها رخيصه ولا شي حاجه لا بالعكس اون طوموبيل مديوره باش تكون اون فوتور دو لوكس لواحد لاغام اللي ديال لي كونسوماتور اللي كيعجبهم هاد النوع ديال لي فوتور اللي هو سبور واللي هو براتيك و سيتادين او ميم طون. المهم ما عليناش ما نطورش عليكم بهاد الدخله الطويله العريضه. انا عارفكم مشوقين باش تشوفوا هاد لا فوتور هادي هاد لا فوتور سبور ديال لا رونو كليو طوموبيل اللي عزيزه على المغاربه. المهم بلا ما نطول عليكم ندخلوا نيشان في لا فيديو هنبركو على ستارت اند ستوب. هاد الطوموبيله هادي تا هي كتخدم بلا كارت زربت عليكم شي شويه حيت انا باغي نسوقها صراحه. المهم ها هي لا كارت ديالها. هاد لا كارت هادي كتدخلها ماشي بحال لا كارت جهر. المهم كتدخلها هنايا ملي كتدخلها هنايا المهم كيديكلونش عليك كيقولك زيرو سانتور اغيار بوكلي ايتترا الى اخره كيعطيك اللعيبات ديالك هنايا. طابلو دبور هو افيشي قدامي كلشي واضح فيه. كاين عندي واحد طابلو دبور ديال لي تور دو موتور ها هو الي اون سميتو الي اون شيفر داكشي ماشي نيميريك. وقدامي السرعه ديالي راه بنيميريك. من بعد كتبرك على ستارت اند ستوب ديماراج سمود ما كاين صداع. الطوموبيله هادي نهار فاش دارت شحال من واحد كان كيتسحب بان هاد لا فواتور غادي سي فواتور كوبي. علاش؟ لانه المقابض ديال الباب اللوراني ما كانوش كيبانوا بزاف ديال الناس. خاص رونو دارت لهم واحد اللعيبه وهي تكابون فيهم الفوق باش حتى واحد ما تبان ليه. دابا تقول لي لا يو دونك هي ما بقاتش اون فواتور كوبي دونك حتى لا بيرفورمانس ديالها ما تبقاش بحال اون فواتور ديال 3 بورت لانه دابا ولات 5 بورت. لا سيدي باقي عندها لا ميم بيرفورمانس ديال اون فواتور كوبي بداك الديزاين ديال اون فواتور كوبي بديك لا بيرفورمانس ديال اون فواتور كوبي ايتترا. هاد لا فواتور هادي اللي حنا فيها سيت اون رونو كليو عام سيدي اش 4 جي تي لاين. سي جي تي لاين سيدي. هضرنا على موتوريزاسيون الطوموبيل هادي كيما قلنا سي اون فواتور رونو كليو 4 دي سي اي 85 ديال العودان. هضرنا على ان هاد لا فواتور هادي لا كونسوماسيون ديالها كتراوح ما بين لونتريك دغام ديالها كتروح ما بين 3.4 3.5 وانت طالع حتى ليسونس ديالها كاع لا كونسوماسيون ديالو كتوصل حتى لديك 5.8 5.9. هاد لا فواتور هادي هاد لا رونو كليو 4 جات فواحد المجموعه جات فواحد لا غام اللي كنسميوها حنا المغاربه مجموعه الموت. نعطيك مثال الا شديتي مثلا تشامبيونز ليغ كتكون لعبه فيه الريال كتكون لعبه فيه البارسا وكتجي سيدي باش تكمل الباهيه كتزيد لها البايرن ميونخ. لا 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 مازال ما ساليتيش كتزيد على البايرن ميونخ نعم سيدي كتزيد على الارسنال وكتزيد على مانشستر يونايتد. ولكن هاد لا فواتور غادي مع ذلك دائما كدي تشامبيونز ليغ ديال اوروبا ديما كتربع على عرش المبيعات ديال اوروبا. علاش؟ لانه عندها اون بارفيت كومبينيزون اونتخ لو بري ديالها اونتخ لا بيرفورمانس ديالها اونتخ لا كاليتي. شوفوا معايا لا كاليتي باش مصاوبه هاد الطوموبيله باش مصاوبه. شوفوا معايا الطابلو دو بون شوفوا معايا السوق اللي انا قدامي الي كابتيفون. الطوموبيله دارت بواحد الطريقه اللي كتخليك دائما انت مشدود ليها دائما انك كتسوق بها. تقول لي احمد هادي سيت اون فواتور سبور سيتادير المدينه ما كتقد عليهاش. لا مولاي هاد لا فواتور هادي ميم سي الي جي تي لاين ميم سي الي رونو كليو 4 اللي مشهوره بالسبور هاد لا فواتور هادي سيت اون سيتادين بارفيت في الباريجيم. انا من الصباح وانا كنسوق بها بريمير دوزيام نعم سيدي كدوز بواحد الاريحيه ما بين البريمير والدوزيام. اش نقول لك بحال راك سايق اون فواتور ديال بحال سايق اون فواتور اللي عاديه اون فواتور اللي هي سيتادين. هاد الطوموبيل هادي انايا من الصباح وانا سايقها صراحه انا مرتاح فيها ديجا. الفولون ديالها لا مانيابيليتي ديالو راه مرتاحه. شوفوا معايا السوكان كيمشي وكيجي الطوموبيله زعما ماشي شي حاجه. الطوموبيله كتمشي وكتجي عندي يعني كتمشي معايا وحتى الدوره ماشي كدور قمون الطوموبيل كيدور الطوموبيله كامله كدور. هنا كنعرفوا بان الطوموبيله لعبه على الديناميكيه ديالها. فوالا انتم نعم سيدي
زيدوا واحد المصطلح جديد، الا انا تندور السياره واش كدور هي قمونتها ولا كتحس بالسياره كامله كدور. شوفوا معايا دابا الفخيناج، الفخيناج شحال من واحد كيقول لك انا كنبرك تضرب قمونت الطوموبيله الارض، فين اخويا كتضرب قمونت الطوموبيله الارض؟ خاصك تفراني الطوموبيله تفراني كاملها، وحتى واحد ما معك في الطوموبيل ما كيحس بداك الفريناج اللي انت كدير في هاد الطوموبيله ديالك. ديك الساعات كنهضروا على الفريناج، فراسكم هاد الطوموبيله اوكوطي سيكوري، جوج ديال لي سيستيم ديال لي فريناج، ها جوج ديال لي سيستيم، واحد فيهم كيخدم عادي لاباس راكم عارفين اونتي بلوكاج سيستيم، ما كيخليش الفرانات يلصقوا، كيبقى يرخي يرخي يرخي، باش الا كنتي بغيتي تدور الطوموبيل هكا ولا هكا كتمشي معك، حيت الا فرانيتي ودورتي اش اللي باقي بيدفع السياره؟ كتبرك على الفريناج مزيان اش كدير ليا؟ كدير واحد الغابيسمون بالزربه ديال السرعه ديال الطوموبيل باش كتفراني في واحد المسافه اللي هي اقل من المسافه اللي نورمالمون خاصها تفراني في شي 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 دودان، باش تشوفوا كيفاش هي كتدخل في الدودان. المغرب راه مازال ما بغاوش يهديهم الله يمنعوا علينا هاد لي دودان. هنا تعرفوا حتى لامورتيسمون ديال الطوموبيل. دابا نجربوا لكم الطوموبيله كيف ما كنقول في الدودان. شوفوا معايا دابا انا راه وسط الزحامات والطوموبيله اللي مانيابل كتحكم فيها كيف بغيتي، ماشي واخا الطاكسي. احنا نضربوا واحد الطودان حدا مرجان، شوف معايا سمع ماشي لبيا كتامورتي كتامورتي، ما كتحسش الدقه في العمود الفقري ديالك، هي كتعرف راسك راك دخلتي للطودان، ولكن باش تحس الدقه في العمود الفقري لا. شتيها شوفوا معايا الفريناج، شوفوا دابا راه الضو حمر قدامي خصني نوقف بروسك. شوف معايا الفريناج، برا علي انا مس سيدي بصحة والراحة نعمس، كنقولو حنا في مراكش بصحة والراحة نعمس. المهم ما عليناش، كتشوفو معايا الطابلو دبور مدير بواحد الشكل ديال بحال شي سائق ديال المطر، جاب واحد جوج ديال العوينات هكا في الجناب، وجا داك الطابلو دبور ديال السرعة جا هنايا الوسط واحد الطريقة زعما بواحد لوغنومون اللي كيخليك انت من كتشوف كتقول لها عافاك زيدي زيدي، فهمتي؟ الطوموبيلة انا كيجيني بحال كتزلق كأنك كتجري بها الطوموبيل، هادشي علاش مديوره، وكتخليك انك النهار تستمتع به يدوز عندك زوين، ماشي النهار يدوز عندك خايب، النهار يدوز عندك خايب. السوغان ديالها كما قلنا رائع، اش باقي بينا نقول على الطوموبيل؟ انتما الطوران ديالها كيف ما كتشوفوا بها الطوموبيلة متوازنة وكلشي. دابا انايا راه غفلني واحد الضو الحمر ياك، شوفوا معايا الفرانات كي دايرين، انا كنفراني بخير وعلى خير بالصحة والراحة. اش نقول لكم؟ كاينين طوموبيلات اللي كتطلع ليهم وكيمرتوك في السوقان ديالهم، وكاينين طوموبيلات اللي كتطلع ليهم وما كتبيش تنزل منهم. هذه وحده من الطوموبيلات اللي طلعت ليها بهذا الثمن ديالها واللي ما بغيتش ننزل منها. الطرق ديالها المهم صافا صافا بهذاك لو بري هذاك باش محطوطه بهذوك المواصفات اللي فيها جو بونس كو صافا. هذه قدامي دابا راه سيغ غونو كليو، ودابا انايا ورايا غونو كليو، مي كنقول لكم بانه هذه راه محطوطه في المجموعه ديال الموت في المغرب، ما يمكنش لهاد لاكام يشريها شي واحد اخر الا ما كانش كتستاهل، باش تحط فلوسك فوق 14 مليون 15 مليون 16 مليون 17 مليون 18 مليون في اون فواتور اللي ما تستاهلش، ما يمكنش شي مغربي يديرها. شي اون فوا تفوت 10 المليون انت كتهضر في المغربي كيولي لاباس يدي كيعصر، لانه حتى القديم كيولي يدخل في المنافسه، حتى القديم كيولي يدخل في المنافسه، بالتالي المغربي ما كيبغيش يشري واحد لافواتور سبور بهذا الثمن هذا دائما ما كيحطو اون كونسيديراسيون هذه الاحتمالات كامله، وباش تجي هذه وتطبع على العرش راه تستاهل هذاك الشيء اللي دارتو اللي حققته لا في اوروبا ولا في المغرب. هذا هو كان ليساي ديال هاد لافواتور هادي. دابا ندخلوا الان سي ار ا اللي كنقول لكم دائما راه كاينه في طريق مرجان في مراكش. الناس اللي سون كونسيرني بلا ما تبقى تسول شي واحد كي دايره في السوكان وداك الشيء، كنتي كونسيرني انك تشري هاد الطوموبيل هادي كانت عاجبك، جي عند هاد الناس هادو يعطيوك تجرب لافواتور ديالك، لانه راه من حقك انك تجرب ماشي هنايا. شفتناها ولا؟ نعم.